السلام عليكم متابعي قناة المنتخب نيوز. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة اشترك الآن وفعل الجرس ليصلك جديد الأخبار، وإذا كنت من الأوفياء فشجعنا كالعادة بضغطك على زر الإعجاب. والآن لنبحر في سرد أعلن نادي النصر السعودي عن تأكد إصابة لاعبيه المغربية نور الدين أمرابط بعدوى فيروس كورونا بعد ظهور إيجابية الاختبار الذي خضع له بعد التحاقه بزملائه في التدريبات الجماعية. وجاء في تغريدة بطل الدوري السعودية: سيجري نور الدين أمرابط مسحة طبية جديدة بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث أنه لم يعاني سابقا من أي تعب ولله الحمد. واكتفى النادي السعودي بطمأنة محبي نور الدين أمرابط على حالته الصحية دون الكشف عن باقي التفاصيل، في انتظار الكشف عن نتيجة الاختبار الثانية الذي سيخضع له خلال الساعات المقبلة. يذكر أن السلطات السعودية أعلنت عن استئناف النشاط الكروي ابتداء من الرابع من شهر غشت المقبل. أدلى مدير المنتخبات الألمانية أوليفر بيرهوف في تصريحات لصحيفة لاغريتا دي لسبور حول رأيه في انتقال حكيم من ريال مدريد إلى أنتر إيطاليا، مشيرا أنه تفاجأ كثيرا بالخطوة التي أقدم عليها المغربية. وعلق المهاجم السابق لمنتخب ألمانيا على انتقال حكيم إلى الأنتر الإيطالي حيث قال: لقد فوجئت باختياره الأنتر مثال ميلان وفرق أخرى، لم تلعب أي دور طلائعي في مسابقة أوروبية في السنوات الأخيرة باستثناء يوفنتوس. وأضاف: إذا تركت بروسيا دورتموند الذي ينافس على الدوري والكؤوس منذ سنة، فعليك القيام بذلك لاتخاذ خطوة أكبر، إذ يقصد بكلامه أن المغرب أخطأ بالذهاب للإنتر الذي لا ينافس على شيء. يذكر أن حكيمي حقق لقبا واحدا مع بروسيا دورتموند، وكان ذلك في السوبر الألماني 2019 بالفوز على بايرن ميونخ. كشفت تقارير صحفية سعودية أن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله يعيق صفقة انتقال مواطن يونس بالهند من الانضمام إلى النادي النصر السعودية خلال المرحلة انتقالات الصيفية. وأوضحت صحيفة الوطن السعودية أن المهاجم المغربي يقف أمام إمكانية حسم فريقه لصفقة بالهند، حيث يسعى النادي إلى عقد صفقة تبادلية مع نادي غلطة سراي تقضي بانتدابه مقابل الاستغناء عن البرازيلي جوليانو لصالح الفريق التركي. وأضافت صحيفة إلا أن حمد الله وبالهند على خلاف مع منذ الحدث الشهير الذي كان في الاستعدادات أسود لكأس إفريقيا 2019 بمصر، والذي انتهى بمغادرة نجم النصر لمعسكر المنتخب الوطني. وكشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية في وقت سابق أن النادي السعودي يصغر على ضم بالهند في ظل أنباء رحيله عن صفوف فريقه التركي، وذلك بعد المشاكل التي عرفها في وقت سابق مع أنصار غالاتاسراي. وأضاف المصدر نفسه أن النصر السعودي لا يزال في محادثة مع إدارة غالاتاسراي لإقناعها بالتخلي عن يونس بالهند، حيث يتم الأصفر بدمه قبل تحرك الهلال والتعاقد معه. عبرت الجماهير السعودية بمختلف انتماءاتها عن تضامنها عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الدولي المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر السعودي بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأطلقت الجماهير السعودية في موقع تويتر هاشتاغ نور الدين أمرابط: إذا تكررت عبارات الإشادة باللاعب أبرزها ألف سلامة على الكابتن الخلوق، تختلف في الميول وتتفق على الإنسانية. وأعلن النادي الأصفر يومي السبت وصل بنتائج اللاعب المذكور، إذ جاءت إيجابية حسب طبيب الفريق السعودية، حيث تم إخضاعه للحجر الصحي الإجبارية، فيما سيتم إجراء كشف ثاني لتأكيد النتائج الأولية.